ايه الاساسيات بتاعت نجاح المطعم. احنا كان بالنسبه لنا رقم واحد الشيف اللي هيعمل الاكل دوت، لان المطعم بالنسبه لاي حد هياكل في المطعم دوت يهمه الاكل اللي هياخده اكتر من اي حاجه تانية. دايما حاول ان انت توصل لحد البروفيشنال في كل جزئيه. طبعا في عنصرين مهمين جدا، الكواليتي والتايم بالنسبه لاي بيزنس، وطبعا من ضمن البيزنس ده المطاعم. الفكره ان انا اقدر اقدم كل تفصيله صغيره في شغلي في وقت قد ايه وجودتها ايه. فانا لما بهتم بالتفاصيل ديت ان انا اقدر اوصل لاعلى جوده في اقصر وقت ممكن، ده بيساعدني او بيديني قفزه في البيزنس بتاعي ان انا بنجح بشكل اسرع وبقدر ان انا اتوسع في المجال بتاعي.